هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي تكون بسبب الشيطان؟ لا، الشيطان أحد الأسباب، الوسواس الخناس، لكن النفس الأمارة بالسوء طرف تاني. وقالوا إذا جاءك داعي الذنب، داعي الذنب مرة فهو من الشيطان، فلو تكرر فهو من نفسك، لأن النفس أمارة، أمارة يعني إيه؟ تكرر الأمر، تلح عليك، لكن الشيطان بيرميها كده ويجري، وسواس خناس. فالشيطان أقل إغواء من النفس، النفس جنبي جواك وقاعدة إيه؟ تلح عليك بفعل المعصية والخطأ والخطيئة، لكن الشيطان يرميها ويجري. فإذا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه ضعيف؟ لأنه مرة ويجري. اللي مش ضعيف مين؟ نفسك الأمارة التي نحتاج دائما لمقاومتها ولجعلها نفس لوامة ثم نفس ملهمة، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.